بسم الله، صباح الخير والسعادة والجمال، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الإشراقات الحلوة، صباح الأمطار الخريفية الرائعة والجميلة. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة على الشعب السوداني، على الأمة السودانية. أهلا بكم في صباح جديد من صباح الشروق، صباح مليان بالخير. يعني إحساس المطر اليوم غير نفسيات كل الناس، كل زول مبسوط، كل زول حاسس بأنه اليوم مختلف تماما، رغم الـ 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 يعني المشاكل اللي ممكن تكون هي في الشوارع وفي الطرقات بسبب الأمطار وتراكم المياه، إلا أنه إحساس المطر إحساس جميل ومختلف. وكذلك هيكون اليوم إحساس صباح الشروق إحساس جميل ومختلف. صباح الخير، صباح الأمطار، أهلا وسهلا لعلينا، حماس مع الصباح كده. طبعا بعد التأكيد عندنا فقرات مختلفة وشيقة، كمان موضوعات حنناقشها من خلال صباح الشروق. دائما الصباح لما تكون الأجواء المناخ جميل كده مع الصباح، الناس بيكون عندها حماس. فانت حماسك كيف دائما مع الصباح؟ الحماس مرات بودي صاحبه لجوانب ايجابيه وجوانب سلبيه على فكره. صحيح، مرات يعني كل انسان يعني بيقول عنده زي ما قلت احساس مختلف في الصباح، مرات بتصحى من الصباح مودك يعني بيكون شويه نايم، يعني نفسياتك شويه في سلبيه شويه، لكن اليوم كان الاحساس مختلف تماما. يعني انا اول ما صحيت وخلاص انا طالعه على الشغل ما شعرت الحين، يعني حسيت بانه الجو مختلف وجميل والغيم والسحاب الصراحه مودي اتقلب 180 درجه. طيب جميل، صباح جميل اتمنى لكم ان شاء الله بذات الاحساس الجميل. حنشوف احساس نغني اخر من خلال الغنى. طول
فاني محبوب لفاني ولي محبوب لفاني يا فاني ولي محبوب لفاني ولي محبوب لفاني ولي محبوب لفاني.